لدي قطعة أرض معدة للبيع، فبعتها واشتريت بقيمتها سيارة، فهل في قيمتها زكاة؟ إذا كانت الأرض مضى عليها حول قبل أن تبيعها، أو القيمة مضى عليها حول قبل أن تشتري بها السيارة، فإن فيها الزكاة. والسيارة إن كنت تريد بيعها أيضا فيها الزكاة، لأنها أصبحت سلعة. أما إن كنت تريد السيارة للاستعمال، فالذي للاستعمال ليس فيه زكاة. نعم.